صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم الناس الاعزاء عليكم، عطيونا لي لايك ديالكم والتعاليق والبارطاج. كي داير مع الصاد؟ كي داير مع الحراره؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو غادي يكون رساله لسعاد، وكنتمنى يوصل لسعاد هذا الفيديو يبارطاجه باش يوصل لسعاد. بصراحه بغيت النمره ديال سعاد نتواصل معاه. اللي كيعرف سعاد او اللي ساكن عند سعاد واللي عنده النمره ديال سعاد يصيفط ليا، انا بغيت نتواصل مع سعاد باش ان شاء الله نمشي عندهم فاس انا والوالده ديالي نمشيو عندهم ان شاء الله. حيت بزاف الناس هضروا معايا كيقولوا لا لا بغيت تخطب البنت خاصك تمشي لدارهم ماشي في اليوتيوب. هذه بصح عندكم الحق، كلامكم على الصواب. ملي درت نداء في اليوتيوب ملي ما جاوبونيش الوالدين ديالها، قررت اني ناخذ النمر ديال سعاد نتواصل معاها، وديك الساعه ان شاء الله نشوفو ندي الوالده عندهم نمشيو غير نتعارفو تعارف. وهذه ولا توالمنا علاش لا. الصراحه انا فاطمه الزهراء بغيت نتزوج بها بنت سعاد، بغيتها بالحلال خطبها وتتكمل قرايتها، ماشي دابا تتكمل قرايتها وتكمل التسجيل القانوني. المهم دابا غير نرشمها كما كيقولوا، تبقى مقيده لجي شي واحد يطير بها. انا ملي سمعت اختي يسرى تزوجات راه ما جانيش النعاس، قلت صافي ملي تزوجات الكبيره غيدوزوا الصغيره حتى هي يزوجوها، غير شي واحد يطير بها ويخليني. صراحه انا بغيت السيده حب، ما تقول لي ما من عبد الله ولا من عبد العبد. بالعكس سعاد ماشي من النساء اللي كيسحروا او اللي كيتعاطوا الشعوذه، يعني ماشي سحر، هذا حب من عند الله وفطره. انا السيده بغيتها وحبيتها وبغيتها للزواج اذا كتاب علاش لا. اعجاب بنتي، بنت معقوله، والديها معقولين، واخا الاب ديالها شويه ما شويه كيزكزاكي، ولكن راه مرات الاب اللي كتحكم فيه. انا كنشوف الام ديالها كما كيقولك المثال، قلب البرمه على فمها البنت كتب لامها. الحمد لله سعاد والديها دراوش وسعاد درويشه وشجره طيبه، بغيت نتناسب معاها. بزاف الناس كيتزوجوا بنات صغار، كانوا كيتزوجوا على 15 عام، والدينا حنا تزوجوا على 15 عام، على 12 عام، على 13 عام، والحمد لله ولدوا وليداتهم وكبرونا وقراونا احسن تربيه، ما بقاش في السن. واحد القضيه اللي بنا بزاف الناس كيقولوا لا باقا صغيره لا انت كبير عليها لا انت هذه، علاش الناس ملي كتزوجوا شي وحده اجنبيه واخا كيكون الولد عنده 20 عام وكيتزوج بها عنده 60 عام كنشجعوه؟ الله يكمل عليك، الله يسر ليكم ان شاء الله تشوف مستقبلك. هذه عندنا واحد التناقض بزاف في المجتمع ديالنا. بنت ملي كتبغي ملي كتكون بنت كبيره في المغرب وغتزوج شي واحد صغير، كينوضوا لي بزاف الناس لا اكبر منك لاش بغيتيها قد امك ولا هذه، في حين انه ملي كيتزوج بها اجنبيه كيشجعوه وكيساندوه وبالعكس كيعاونوه وكيدعموه. وملي كيكون عندي شي واحد شي من الشباب باغي يخطب شي بنت ولا شي حاجه، كينوضوا كيعكسوا لي لا ما خداماش لك، لا والديها دايرين، لا هذه، لا ما مزياناش، كيعاد كيكثروا انتقادات فيهم وكيخسروا. باش الناس يدعموك يقولك الله يسهل عليكم، كينوضو كيخسرو كيخسرو الصوره ديال البنت. انا هاد البنت ما قلتش ليكم غنديها نسهر بها ولا غنتصاحب معاها ولا غادي نبقى نخرج معاها ولا غادي تسكن معايا من دابا. انا هاد البنت قلت ليكم غادي غير نرشمها ان شاء الله ومن يكتب علاش لا. ديك الساعه في الحلال، الحلال يا رسول الله. وبزاف الناس كيجيو عندي كيقولوا لا انت كتنتقد باها، كتعاير الاب ديالها وكيفاش باغي تناسب معاها وكيفاش كتسبو. انا بالعكس انا باها ما عمري ما سبيتو، كنتاقدوا على ديك الافعال ديالو اللي كيدير. اما الاب ديالها ما عندي معاه حتى شي مشكل، انا كنتاقد الافعال ديال بنتو وديالو وديال مرات الاب. بالعكس علاش انا ما عمري ما خرجت ضربت في سعاد او انتقد سعاد بشي حاجه خايبه، بالعكس انا كنهضر في الاب ديالها في العيوب ديالو كنقولهم لي، اما شي حاجه اخرى ما عمري ما ضربت فيه عمري ما سبيتو. انا صريح معاه كنخرج نقول لي الصراحه، شي فيديو كيبان لي ماشي تهدي كنتاقدو عادي كما كينتقدوا بزاف ديال المنتقدين، وعادي خاصو يتقبل هادشي. انا براسي الا درت شي غلط وخرج شي واحد كينتقدني غادي نتقبلها عادي بكل روح رياضيه. وانا راه ماشي كتي بنتك خايبه او ما مزيانش كنتقد داكشي اللي فيها. ملي خرجت يسرى كتضرب في الام ديالها ما عجبنيش الحال، حنا كاملين ما كنرضوش ان شي بنت تخرج تضرب في الام ديالها، ان الوالدين كيبقاو المرتبه ديالهم بحاله خاصه. وهادشي اللي كاين ان شاء الله غتشوفوا الفيديوهات وغتشوفوا ان شاء الله ملي غنمشي عند سعاد وغندي الوالده ديالي ان شاء الله لفاس، وديك الساعه غيتعارفوا. الا كتبت علاش لا، اللي مكتبين في السماء راه ما كاينش اللي يفرقهم في الارض. انا هاد السيده شحيت لها بنت الناس وبغيتها من قلبي، كنتمنى الله ان شاء الله يكمل علينا بالخير. ما باغي نحرام، ما باغي نخرج، ما باغي ندور، ما باغي حتى شي حاجه. الحلال واحد مزيان يتزوج هو صغير يدير وليداته. والدينا حنا كنا كيتزوجوا على 20 عام 19 عام 15 عام 16 عام وكيكبر وليداتهم معاهم. انا ضد ديك الفكره ان الانسان حتى يكبر عاد يبغي يتزوج. هاد الانسان ملي كيتزوج راه كيبعد على بزاف ديال المحرمات، كيبعد على الفساد، كيدير عقله وكيجمع راسو وكيدير وليداتو وكيشوف مستقبله، ما كيبقاش غير في الحرام في الحرام، لان الحرام راه ما دايمش. والحمد لله حنا ماشي ولاد الحرام وما كنتعاطاوش الحرام، الحمد لله ما كنت ما كنسكر ما كندير حتى شي حاجه خايبه. قرايتي انا غادي فيها مزيان الحمد لله قريب نسالي. فاطمه الزهراء راه كتقرا ان شاء الله تتكمل قرايتها توصل 18 عام، وديك الساعه ان شاء الله يكون العقد قران، وديك الساعه ان شاء الله
نيو حياتنا المستقبليه الى كتاب ان شاء الله. ما كتبش ان شاء الله الله يسهل لك ولد الناس هادشي اللي كاين. انا ما يعني ما كنت في لا حتى شي حاجه كنضرب المعقول، وهاد البنت بغيتها من قلبي الصراحه، كتعجبني. المهم كنشوفها كتعجبني، كنشوف فيها البراءه، وكنشوف ان البنت غيخرجوا عليها الهويه وغيجروا عليها الهويه. المرات الاب كتجر من قلت انا ما بغيتهاش تخرج في نفس الطريق اللي غدا فيا وصرختها. واخا كاين اللي غايقول لي علاش كتنتقد ختها، علاش كتعاير في ختها. انا ما كانش عايش ختها، ماشي كنعايرها، وانما كنعاتبها على الفيديوهات اللي كدير وعلى الافعال ديالها. حنا كاملين ضد الفكره ديال ان البنت تخرج تضرب الام ديالها، ضد الفكره ان البنت تصاحب قدام والديها، ضد الفكره ان البنت تمشي تشيش والاب ديالها في العين ديالو، ضد الفكره ان البنت تلبس لباس غير محتشم قدام الاب ديالها، تلبس العرايه قدام الاب ديالها. حنا هادشي كامل، حنا الحمد لله في دوله اسلاميه، هادشي محرم عندنا لا في الدين لا في الاخلاق لا في كل شيء. هو هادشي اللي كاين، وكنتمنى اللي عند النمر ديال السعاده يصيفط ليا ولا يتواصل معايا. الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم.